لما مشينا في هذا المسار مع الصندوق وكنا أمناء مع أنفسنا في تنفيذ الاتفاق ده، كانت النتائج إيجابية جدا على الاقتصاد المصري. إذن لو الخبرة بتاعتنا اللي احنا استفدناها، أنا بقول على جزء واحد، إن احنا إذا تعاوننا إذا استفدنا من العلم والمعرفة والخبرة التي لدى المنظمات المختلفة هيعود علينا بالنفع، والناس مستعدية في أي مسؤول التقيت به من المنظمات كنت بتكلم معه يقول لي احنا مستعدين نقدم لكم كل الخبرات اللازمة، ولاقي ان هم عندهم المبادرة والمبادئ. فاسمحوا لنا ان اسجل بتقدير واحترام ذلك لكم جميعا، واكد لكم بان احنا في مصر عايزين نتعلم وعايزين نستفيد من علمكم ومن خبراتكم من اجل حياة افضل ونمو افضل لشعبنا والبلدنا. الصندوق لما عمل البرنامج او لما عملنا البرنامج معاه، وكان الحقيقه ما وجدناش من الصندوق غير تفاهم لظروف واحوالنا وخصوصيه المسار بتاعنا، يعني ما لقيناش حد بيفرض علينا حاجه، هو بيسمع وفي نقاش وفي حوار. استطعت انك انت تكون موضوعي ومهني وحرفي في طرح قضيتك، هو هيبقى معاك. فدي تجربتنا مع الصندوق، عشان كده احنا خلصنا المرحلة الأولى بنجاح والمرحلة الثانية ومستمرين. ليه؟ لأن احنا عايزين نستفيد من الخبرات اللي موجودة، وإن احنا يبقى عندنا مؤسسة لديها هذه الخبرة الهائلة والتراكمية في الإصلاح الاقتصادي نستفيد منها، وكمان هي تبقى شاهد علينا على اللي احنا على الإجراءات اللي احنا بنعملها. ده عشان بس أكد لكم إن دي ثوابت مش هتتغير عندنا.